طب هاخد بقى من الحته دي، اللهم زدني علما. ايوه. تشكيله النادي الاهلي. لا تشكيله انا النهارده حاجه، انا لسه بقول سيد والراجل عمل اللهم زدني علما. احمد عدلي عبد المنعم لحراسه المرمى، رامي ربيعه وسعد سمير تعدي اول تغيير، باسم علي حجازي، حسين السيد تغييرين، محمد هاني، عمرو السوليه، احمد فتحي، صالح جمعه، عمرو السوليه، صالح جمعه، عمرو جمال، وعماد متعب. 4-4-2 تغيير طريقه. لا مش 4-4-2 هو ممكن هم 4-3-1-2 يعني، وصالح جمعه هيلعب قدام يعني 4-4-2 يا كابتن بمشتملاتها. ماشي ايا كان يعني هو في شويه بسلطاتها بابا غنوجه كده يعني. الراجل مغير التشكيل ومغير طريقه ومغير كل حاجه والاماكن، بس هي النقطه والاماكن يا سيد مهم. طيب احمد فتحي انا نص ملعب. استاذنكم برضه تشكيله حرس الحدود، احمد سعد حراسه مرمى، محمد جابر والفيل، مبارك سعد، سيد جاد، محمد عبد الله، سيد حسن، قدامهم مصطفى جمال، اسلام السيد، طارق ابو العز، وراس حربه صريح بنزيما.